لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بجلسات الحوار الوطني لهذا اليوم. مشاهدينا، ينضم إلينا زميلي الآن عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز من مقر الحوار الوطني. عوض، تحياتي لك في البداية وإليك الكلمة، تفضل. نعم آية، خالص التحية والتقدير لك والمشاهدين الكرام. العنوان الرئيسي الذي يظهر أمامي: الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة. لا نستطيع أن نبني جمهورية جديدة بدون الشباب، لأنهم هم العماد الرئيسي لهذه الجمهورية الجديدة، سواء في البناء أو الاستفادة من كل ما تقوم به الدولة المصرية من كل مؤسساتها. وبالتالي اليوم منذ منتصف النهار حتى هذه اللحظة والنقاش مستمر حول الشباب، يشارك فيه الشباب. لأول مرة منذ أن انطلق الحوار الوطني نتحدث عن نحو 70 طالبا وشابا يتحدثون، هم أكبر نسبة من المتحدثين حتى هذه اللحظة منذ أن انطلق الحوار الوطني في جلسة واحدة. نتحدث عن الجلسة الأولى، بينما الجلسة الثانية ما زالت حتى الآن منعقدة، والحوار بشأن عدد كبير من الملفات مستمرة حتى الآن. لكن الدولة نجحت في أشياء عديدة لها علاقة بمحور الشباب، بينما الشباب لديهم أيضا مطالب عديدة. ما الذي نجحت فيه الدولة حتى الآن؟ أولا، هذا العقد الذي مضى ومازلنا فيه حسب توصيف المستشار محمود فوزي الأمين العام لهذا الحوار، بأن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تذليل كل العقبات أمام الشباب المصري في كل المجالات. إذا كانت اهتمت بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي يتبناها الشباب، بل وبات هناك يعني لجنة خاصة في مجلس النواب المصري بهذا المسمى، رعاية المواهب، الدعم الكبير الذي تم من خلال الأكاديمية الوطنية للشباب التي أهالت ودربت وما زالت تستمر في هذا الدور المشكور، كذلك الحضور القوي للشباب المصري تحت مظلة البرلمان المصري. لأول مرة يصل عدد الشباب ما بين سن 25 إلى 35 ما يقرب من ربع المجتمع المصري، وتقريبا 21%. آخر الانتخابات في عام 2010 كان التمثيل حوالي 8%. عام 2016 تم اختيار هذا العام بأنه عام الشباب المصري. اليوم العالمي للشباب أو المؤتمر العالمي أو المنتدى العالمي للشباب الذي كان همزة وصل ما بين الشباب المصري والشباب في كل أنحاء العالم، اختيار مساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين أيضا سنة جديدة لم يكن ذلك معهودا من قبل. وبالتالي هناك عدد كبير من الحقائق على الأرض نجحت فيها الدولة المصرية في ضوء يعني الاهتمام بالشباب، في أيضا في إطار الاستراتيجية الوطنية 2030 محور رئيسي منها هو الاهتمام بالشباب. لكن هناك أيضا مطالب أخرى الشباب أعلنوا عنها اليوم، آية سألخصها لك سريعا. أين الانتخابات المحليات؟ هناك نص دستوري يتحدث عن انتخابات محليات قوامها الرئيسي أو 50% منها يعود إلى المرأة وإلى الشباب، وبالتالي هذا نص مهم. إذا ما تم تفعيله على أرض الواقع سيكون هناك فرصة حقيقية وقوية للشباب للعمل على أرض الواقع. مطلب آخر، ضرورة فصل وزارة الشباب عن الرياضة. ما نراه في المشهد طوال الوقت أو أغلبه أن الاهتمام يذهب إلى الرياضة. أين هو الشباب في حضور في هذا المشهد تحديدا من خلال هذه الوزارة؟ هناك مطلب آخر من الشباب، بضرورة أن يعود كما كان في السابق مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة. وهنا الحديث يدور حول المسميات، كيف يتم اختيار مسمى هنا وزارة مستقلة أم مجلسان ذات صلاحيات وزارية أو إلى ما لا ذلك. تأسيس أي جمعية أهلية يجب أن يكون قوامها لا يقل عن 25% من الشباب، هذا أيضا مطلب آخر. الحديث أيضا على الأنشطة الطلابية ومن ضمن المحاور الرئيسية للحوار اليوم لأنها مهمة أيضا. عدد كبير من الطلبة الذين يدرسون في الأقسام والكليات العملية لديهم مشروعات تخرج ومشروعات مهمة للغاية، لكن للأسف لا يتم الاهتمام بها وتذهب إلى الأدراج. يجب الاهتمام بمثل هذه المشاريع، وهنا نتحدث عن جزئين. الجزء الأول مسؤول عنه الحكومة في الرعاية والاهتمام، والجزء الآخر رجال الأعمال، عليهم أن يهتموا بمثل هذه المشاريع لأنها بالفعل مشاريع مهمة للغاية. الحديث أيضا عن السياسة داخل الجامعات، هناك خلاف كبير بشأن هذا الملف أو هذا النقطة. الجامعات وجدت للأبحاث وللدراسة وللابتكار وللإبداع، والحديث في السياسة يكون داخل الأحزاب السياسية. البعض يرى العكس بأن الجامعة هي الفصل الأول أو المدرسة الأولى التي يتعلم ويتتلمس فيها الطالب مفاهيم السياسة، لأنه حينما يتخرج بعد ذلك ينشغل بالحياة ويغيب تماما تفاعله مع الهم العام. هذه رؤية أخرى. على كل حال، الحديث في
كل هذه الملفات ما زال مستمرا في هذا الجانب تحديدا. لكن أتوقف عند نقطة مهمة للغاية تحدث فيها المستشار محمود فوزي، أن المجتمع المصري قوامه من الشباب، أغلبيته من الشباب، وبالتالي هناك اهتمام كبير بكل ما ستخرج من هذه التوصيات التي سيتم إرسالها إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعود للمحور الآخر لهذه الجلسة في الحوار المجتمعي، هو الخاص بالصناعة الثقافية. ومصر لديها تجربة رائدة لا ينافسها أحد في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي وفي أفريقيا. علينا أن نحافظ على هذه الريادة ولكن بدعم أكبر من الدولة. وهنا أيضا كان حوار مستفيض حضره عدد كبير من صناع هذه الصناعة المهمة والفنانين والمخرجين، وكل كان لهم وجهة نظر في ذلك. سألخص لك سريعا، البعض تحدث يجب أن يكون هناك دور مهم وملموس على أرض الواقع للملحقين الثقافيين في كل السفارات في كل أنحاء العالم. تعلمين أن أغلب السفارات بها ملحقين ثقافيين، ما هي مهمة هذا الملحق الثقافي إن لم يقم بالفعل بترويج للسينما المصرية، للدراما المصرية، لأنها فعلا ذات مواصفات عالمية. هذه نقطة لأنها ستمثل أيضا دعم كبير لموازنة الدولة المصرية. وتحدث آخر على أن الصناعة الثقافية في الاقتصاد العالمي بلغت حوالي 3,400,000,000 دولار، أي بما يوازي 6% من الدخل العالمي. مصر تحتاج مثل هذا الدعم بشكل كبير للغاية لأنها مؤهلة بشكل كبير في هذا السياق. وكذلك أيضا عملية جلب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، بل التعامل مع الصناعة الخاصة بالسينما والمسرح وما إلى ذلك بأنه استثمار ذات مواصفات خاصة. ومخرج آخر كنت أتحدث معه ضرب لي مثلا بدولة المغرب الشقيق، قدمت كل التسهيلات لجذب مزيد من الأفلام العالمية التي يتم تصويرها في المغرب، بينما في مصر لدينا معوقات بيروقراطية وروتينية كبيرة تحيل دون وصول مثل هذه الأفلام العالمية. بل كل صناع السينما يعطون لمصر أولوية كبيرة ثم ينسحبون بعد ذلك لوجود مثل هذه المعوقات. أيضا طالب اليوم عدد من الحضور بضرورة إزالة كل هذه المعوقات ورفع سقف الرقابة، لأن هذا يتعارض تماما مع فكرة الإبداع. نقاش مهم في سياق مهم للغاية هو المحور المجتمعي في هذان الملفان الهامان، وبهما يتم اختتام هذا الأسبوع السادس الذي بدأ يوم الأحد الماضي بالمحور السياسي، ثم أول أمس الثلاثاء بالمحور الاقتصادي، اليوم المحور المجتمعي في هذان الملفان. وهو الأسبوع الأول في مرحلة جديدة سيكون لها ما بعدها، لأن هذه المرحلة الأخيرة أو ربما تكون الأخيرة، ليس لدي علم، ولكن هي المرحلة الجديدة فيها ملفات مهمة للغاية. المرحلة الأولى تعلمين آية بأن مصيرها الآن بات في سيادة رئيس في يد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسل يعني للجهات المعنية سواء التشريعية أو التنفيذية التعامل مع كل هذه التوصيات التي خرج بها الحوار في المرحلة الأولى. لكن المرحلة الثانية بدأت يوم الأحد الماضي، ونحن الآن في ختام هذا الأسبوع بهذا الحوار الذي ما زال موجود حتى الآن، والذي يجهد يعني زخما كبيرا من وسائل الإعلام التي حضرت لتتابع عن كثب وعن قرب التفاعل الذي يتم الآن بشأن هذه النقاط التي أسلفنا في الحديث بشأنها. تفضلي يعني. زميلي عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز حدثتنا من مقر الحوار الوطني، وبشكرك يا عوض على اجتهادك الدائم في سرد التفاصيل الخاصة بالمحيط الميداني لديك في كل رسالة وفي كل مرة. بشكرك يا عوض، شكرا جزيلا.